السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس راح نشرح عن الفيتنس النوع الأول. طبعا بالدرس السابق النوع اللي هو مال انه نسبق كل دائرة ونمشي بها الى ان نصل الى الفاينل، هذا ايضا اسمه انفيتنس لكن النوع الثاني. هو حسب السؤال يعني التسميات ما تأثر لي، يعني كلها تعود الى الديستابوليتي. فهذا النوع اللي هو الفيتنس اللي راح يجي بهذا الشكل، مثلا السؤال على شكل دوائر 1 2 3 4 5، عندنا هنا تكرارات راح تصير. هذا شلون نحل؟ هذا حله طبعا جدا بسيط وحسب قانون. بالبداية راح نجي نشوف الشكل، بما ان الشكل يحتوي على تكرارات وهو من 1 للـ10، اذا القيمة الحقيقية مالته هي 10، النمبر 10. فلو اجي اشوف السلايد اللي بعده، فهنا قال لي first circle الدائرة الأولى التكرار الأول هو صار باثنين ثلاثة أربعة، التكرار الثاني بالخمسة ستة سبعة ثمانية، أو يصير خمسة ستة سبعة تسعة مباشرة. هنا صار عندي تكرار، تمام. إذا طلع لي الباث الكامل مالته إله بهذا الشكل. هذا مجرد كلام قاعد يشرح لي إنه كيف قاعد تحصل هذه العملية. لكن انا اجي اذا اريد احل هذا التمرين فبصوره جدا سهله حاليا هذا الشكل، فالحل مالته راح يكون بهذا الشكل. لو اجي اصغر الصوره، بالبدايه مثل ما قلنا احنا عندنا 10 عناصر اللي هي العناصر الحقيقيه بدون تكرار. فاجي اول شيء اكتب الفيتنس تيست الجواب، فالقانون عندي هو ان اصغر من لينث للورد اصغر من 2 مضروب في n. ال n is number of state اللي يدني ال state، كم state عندي انا؟ 10، تمام. فراح اقول ان n يساوي 10 الحقيقية، فراح يصير عندي 10 اصغر من ويساوي ال length للword اصغر من 2 في 10 20، تمام. هسا راح اجي اخذ اقصر طريق حتى اوصل للفاينل اللي هي 10، فراح اخذ 1 2 3 4 2 3 5 6 7 9 10 بهذا الشكل. راح نكتب هنا بهذا الشكل اللي هو أقصر طريق، ممكن ناخذ 1 2 3 بعدها 5 6 7 8 5 6 7 9 10، هذا راح يصير أطول، فالأقصر طريق اللي هو الأول. فهنا بعدها بعد ما كتبت إنه أقصر طريق ممكن أمر به وأحقق، ولو امر بسيركل وحده راح يكون هذا الطريق. فايش راح يكون عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، راح يكون عندي 10 قيم. فاللينث للورد طول الورد راح تظهر عندي 11، تمام. هنا هاي القيم كلها راح تكون 11، فعند القيم الحقيقية هي 10، فتكون 10 اصغر من ويساوي 11 اصغر من 2 في n اللي هي 20. اذا تحقق هذا الشرط طلع لي بصوره صحيحه، راح اقول له language all is infinite. اذا ما تحقق راح يكون finite. لاحظ انها جدا مهمه، اذا تحقق راح يكون infinite، اذا ما تحقق راح يكون finite. بس المهم ضروري بهذا التمرين انه نفرق بين القيم الحقيقيه والقيم اللي بعدها بعد ما نختار أقصر طريق حتى نوصل للفاينل ونحسب الـ length word إلها. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، شكرا لمتابعتكم.